في إطار الحملة الإعلامية لتجنيد في صفوف الدرك الوطني لسنة 2023-2024، برمجت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازا يوم إعلامي تحسيسي لفائدة الطلبة المتربصين بمركز التكوين المهني بحجوط، أين تم تعريفهم وإطلاعهم على شروط التجنيد العامة في الدرك الوطني، وخاصة الشرط الاستثنائي لسنة 2023-2024 المتمثل في تخفيض مستوى القبول إلى السنة الرابعة متوسط بالنسبة لفئة الرتباء المتعاقدين، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية إلى حاملي شهادات التكوين والتعليم المهني. كنا حاضرين اليوم مع فرقة الدرك الوطني، جاءوا مدوا نصائح وإرشادات للناس اللي حابه تدخل تنضم لصفوف الدرك الوطني، وطاونا معلومات جديدة بالك كاين ما كانوش عارفينها. حاجة مليحة واش داروا الدرك الوطني، كيخفضوا المستوى من بريمياراني لكاترياماني سيام، حاجة مليحة للالتحاق لصفوف الدرك الوطني، ومنها يستفاد منها بزاف الشباب تاعنا، الشباب الجزائري استفاد.